قمنا بإعطاء إسعافات أولية للتجمع النسائي بصيدة، أعطيناهم عن أهداف الإسعافات الأولية وعن كيفية إسعاف النزوفات وكيفية التعامل معها، عن الحروق والجروح وعن الكسور وكيف نتعامل معها. حط إلنا على بطنه على الحجاب الحاجب، طبعا بالطريقة هاي ندفع نحط إلنا. حروق سطحية، حروق متوسطة، حروق نخليه يسعل لفترة مثلا 15 دقائق، احنا شفنا انه تغير لون مثلا. احنا تجمع نساء صيدة، قمنا بتشكيل التجمع من مدة بسيطة، وخضعنا لدورة تدريبية إسعافات أولية، استفدنا منها كثير وراح نستفيد منها مستقبلا لأي حالة راح نقدر نواجهها.